Παρασύνει όμως. Τα άκουσα του λέει, έχει να δείτε εγώ πριν το transfer function, και ο Ρέσι του Σέβη, άσχα, μόνο ότι είστε περαιρία, αλλά είστε οι ουέχτζε άσχας. Με μπορεί να έχουμε αφού την καλύτερα που σου τυφώνουν μόνο ένα κύριο, ουέχτζε εκτέλεσαι. Θα είναι το transfer function, και εγώ μου θέλω να κάνω το transfer function, που λες να θέλει, λες να θέλει, που λέει να αφήσω, αλλά με μου άλλη, χάρα από το ουέχτζε, αλλά θέλει να λες, που λέω καφιτέλη, κάτι μόνο θα πέρα. Yeah.
اسم هنا كده. تمام؟ طيب 23 اسم يبقى انا حددت البوينت رقم 2. يعني 20 ديسيبل يعني مربع لفوق. مربع واحد، هبص كده مربع واحد، هتلاقي عندكم تلاقيها 70. تمام؟ قسموها بقى زي الوحدة دي 70 دي 20 40، عاوز حد يقسمها معايا، مش عاوز حد يقف في الفرق. 20 40 60 80 و10. اوكي؟ وزي ما قلنا لما بتطلع 20 تنزل تدخل الجرافيس لازم 20. ليه 20؟ لأن أنا عندي فيرست أوردر سيستم. لو كان سكند أوردر كنت هبدأ هطلع كام؟ 40 لو ده كام؟ 60 لو فيرست أوردر واحد. كل اوردر ب 20 اسم، فطالما ان انا عندي اوردر 1 وهطلع لفوق هنا بصفه مفضله 20 اسم. كل اسم كده يا جماعه، يبقى احنا حددنا بوينت 1 وبوينت 2. هقول لك اول مره حددتها ازاي؟ ال 80 رجعت لكي، رجعت لكي يعني ايه؟ يعني اسبع على 10 بقت 80. طلعت لفوق 20 اسم بقت البوينت رقم 2، بقى عندي 2 بوينتس، البوينت رقم 1 والبوينت رقم 2. اوصلهم بعض وردهم على استقامتهم الى ان يتطابقوا مع المحور الراسي اللي هو المحور بتاع الكي. تمام؟ هردهم على استقامتهم بهذا الشكل. بترسموا معايا؟ بس في استفسار، انا ببدا من اول التظليله ده بس السيمي لوك اللي تحت. اول تظليله عندك الاول من الراس ده خلاص بتبتدي من 1% لحد ما تنتهي لحد نهايه الشكل اللي قد وعره ده، لما بتيجي بتقسم 1 2 3 في تسويات افقيه قد بعض. تمام؟ يبقى ده البدايه بتاعت التاني 1%، بدايه كل جزء كان ده 1%، اللي بعديها 1/10، اللي بعديها 1 وهكذا. Gracias.
النقطة اللي هي الوقت من 10 بدل ما كنت ماشي كده خط مستقيم هنا، لا ده حصل انكسار كده ونزلت بميل اخر 20 نسبة إضافية عن الماينس 20 فبقت ماينس 40 نسبة بيرتيكال. يعني اللاين ده كده من أول هنا لحد هنا، من أول هنا لحد هنا، ده ميله كام؟ ده كأنه خط مستقيم كده، ميله ماينس 40 نسبة بيرتيكال، لأن عند البوينت دي أنا نزلت كام؟ 20 نسبة. لان انا عندي فيرست اوردر سيستم، عشان قلت فيرست في المحاضره اللي فاتت، عشان اقول لك الكي، لو انا عرفت الكي كويس وانا عندي فيرست اوردر سيستم فبتحرك من الكي دي وارجع لورا دي كي وبعدين ارفع 20 اسم وابدا الخط ده، فيبقى الخط ده ليه كام؟ 20 اسم بير دي كي بالنيجاتيف ماينس 20 اسم. لو كان عندي 80 على اس تانية فبدل ما كنت بوصل ل 80 كنت بتحرك لحد جسر 80، يعني بدل ما البوينت دي تبقى 80 لا انا بتحرك لحد جسر 80 تمام؟ وبعدين بعمل ايه بعد ما اتحرك لجسر 80؟ ارجع لورا 1 من 10 من جسر 80 واطلع كام؟ 40 ديسك بالتكييف لانه سايب الموتور سيستم. لو في الدور بطلع 60 ديسك، كل دور بطلع فيها 120 واضح؟ لو حطيت الروتس مش هتعرف فيها، عايز بس تركيز يعني واجيب لك كوبايه شاي مش وصلنا كده يا جماعه كام؟ وصلنا كده لحد البوينت احنا عندنا دلوقتي الخط بتاعنا ده الاخضر ده وعرفنا ان هو نزلنا نزلنا هنا الخط الاخضر ده نزلنا هنا 20 ديسك بالتكيل فبقت بدل ما الماينس 20 انكسرت اكتر بقت ماينس 40 ومدينا هذا الكلام على استقامته بهذا الشكل. كويس؟ لقينا في المساله بتاعتنا دي ان حصل تقاطع. حصل تقاطع فين؟ حصل تقاطع مع الخط بتاع الجيم بيساوي زيرو، ما هو ده الخط ده اللي هو الخط الافقي ده اللي هو عنده الجيم بيساوي كام؟ زيرو، تقاطع عن اوميجا قيمتها 2.81، الاوميجا دي بسميها اوميجا جين كروس اوفر، اسمها جين كروس اوفر، الاوميجا جي سي دي اسمها اوميجا جين كروس اوفر، يبقى الاوميجا جين كروس اوفر في الجود بوك هي بتعبر عن ايه؟ هي بتعبر عن تقاطع الكروت مع المحور الافقي، يعني بتعبر عن الكروت عن الفريكونسي اللي عندها ال 20 لوج الجيم خطه بكام؟ زيرو، يعني اللي عندها المودلس فاليو بتاع الجيم بكام؟ قيمتها كام؟ واحد. طيب يبقى وصلنا الى البوينت دي. طيب تعالوا بقى نشوف احنا دلوقتي الخط ده مستمر كده الاخضر ده لحد الاخر خالص. واحنا ناسيين عن اللي اتحرك عليه، اللي احنا بنتحرك عليه. لحد ما قابلنا ايه يا جماعه؟ لحد ما قابلنا كورنر فريكونسي جديده قيمتها كام؟ 8. ال 8 دي عندها كل ولا زيرو؟ زيرو. يبقى الخط ده هيتحرك لفوق 20 نسبة بالدقيقة، هيتحرك لفوق ازاي؟ عند ال 8 دي افضل ماشي عادي. عند ال 8 يا جماعه افضل ماشي عادي. ماشي على الخط. لحد ما اتحرك مسافة ديكيت. ديكيت يعني ايه؟ 8 تضرب في 10 يعني لحد ال 80 اروح طالع قيمه مقدارها 20 نسبه لفوق لانه هيطلع لفوق واوصل البوينت دي اوصل البوينت دي البوينت دي سموا لي مثلا رقم 5 مثلا واوصلها في بعض في هذه الحاله انا خلاص خلصت النسبه بتاعتي كده عندي الجيم بتاع الفيرست خلاص اللي هي البوينت دي. هقولها كمان مره أنا دلوقتي ماشي على الخط الأخضر ده. عرفنا هنا إن حصل عندي ماينس 40 ديسك وماشيين على الخط الأخضر ده. طيب لحد ما جيت قابلت كورنر فريكونسي مقدارها 8 أهي. طيب الكورنر فريكونسي اللي عند أوميجا بتساوي 8 بتعبرني عن زيرو. يبقى المفروض الخط اللي علينا عند هذه البوينت هيطلع مسافة مقدارها 20 ديسك. طيب البوينت اهي اللي هي عندها اوميجا بتساوي 8 دي البوينت دي ايه اللي هيحصل عندي؟ هفضل ماشي على الخط ده مسافه ديكيت. ديكيت يعني ايه؟ يعني من 8 لحد 80 على الخط المايل ده. عند ال 80 هروح طالع مسافه بطلها 20 ديسم مربع كام؟ واوصل البوينت اوصل البوينت اللي هي رقم 5 اوصل البوينت رقم 4 البوينت رقم 5 وارجع على الاستقرار. في عندي
معنى كده رسمت الجيم بتاع البوت واضحه مش واضحه. طيب هنقولها كلها مع بعضها كده يا جماعه مره واحده وركزوا معايا. طيب هبص على المساله بتاعتي الشكل بتاعي كويس. احنا اتعلمنا في المحاضره اللي فاتت ان في جزء اللي هو الكونستنت على اس في الاربعه في اي حاجه اس مرفوع على اي اس دي بستفيد منها في ان انا اعرف الريفرنس اللي هبدا منه الرسم بتاعي. طيب لو كان السيستم بتاعي زيرو اوردر يعني معناها اس مرفوع على باور زيرو يعني اي حاجه اس صفر وواحد يعني كان الاس مش موجوده لو هي بالشكل ده فببتدي في 20 خط مستقيم قيمته 20 لوك كي يعني بشوف القيمه دي اللي هي 10 وبجيب 20 لوك 10 ويبقى عندي خط مستقيم يبقى هو ده الريفرنس بتاعي. ده في حاله ايه؟ في حاله لو كان عندي اس مرفوع على باور زيرو يعني معناها سيستم اوف تايب زيرو كويس قوي. لو كان سيستم اوف تايب 1 طيب 1 يعني معناها الاس مرفوع على الباور 1. لو الاس مرفوع على الباور 1 يبقى في هذه الحالة أنا بتحرك قيمة الجيل ده على المحور الأفقي وأحدده وبعدين هشوف هنعمل إزاي. إذا كانت مرفوعة الاس تربيع فبتحرك قيمة مقدارها كام على المحور الأفقي؟ جذر كي تمام؟ لو كانت مرفوعة الاس تبعيد يبقى بتحرك الجذر التبعيدي بكي وهكذا. طيب بس ده يستدعي ان انا ارتب المساله بتاعتي بحيث ان الاس تكون لازم تاو اس بلس 1 زي ما خدنا جنرال فورم المره اللي فاتت تاو اس بلس 1 يعني تمرين الاس كتير بتبقى واحد هنا جاهزه مفيش مشكله تاو اس بلس 1 هنا مش جاهزه ده مش واحد فلازم اعمل 8 مشترك 8 لو كنا بره مشترك تبقى 80 80 اس زائد 1 عادي 80 اس لما باخد الاس هنا مش مباراه بقسم على 8 فتلاقي الاس هنا مربوط الشكل ده هو اللي هتتقسم منه البوت بلوك وحدد اذا كان سبيرس جورد او سوبر جورد او اسمه ايه بالله. تمام يا جماعه؟ يبقى احنا وصلنا لهذا الشكل. طيب لما وصلنا للفورم دي كده ايه اللي حصل؟ قدرت اخد بالي ان الكيل بتاعتي في الاسئله الحاله قيمتها كام؟ 80 وقدرت يبقى قدرت احدد قيمه الكيل بتساوي 80 قدرت احدد ان في اثنين كورنر فريكونسي واحده قيمتها 1.10 اللي هي هتخليك قيمه الاس لو ضربتها في 1.10 تديك قيمتها 1 وفي قيمه ثانيه اسمها 8 8 دي عندها 0 1.10 عندها 4 ده اللي حددته كويس بحدده معايا المحور الافقي بالطريقه دي يبقى انا عندي 1.10 وعندي 8 احدد بس دول الكورنرز فريكونسي بتاعتي وبحدد كمان قيمه الايه؟ الكي بتاعتي يبقى حددت اول كورنر فريكونسي ثاني كورنر فريكونسي حددت قيمه الكي وحددت الرينج بتاعي من 1 ل 100 الى 100 عظيم جدا بعمل ايه؟ بشوف قيمة الكي بتاعتي، قيمة الكي بتاعتي جبتها بكام؟ 80 هقسم على 10 ليه هقسم على 10؟ يعني لأني هرجع لورا الكي معنى إن أنا أقسم على 10 وأضرب في 10 يعني معناها إن أنا بتفرج من قدام الكي يعني معناها بضرب في 10 برجع لورا الكي يعني معناها بقسم على 10 كويس يبقى من عند ال 80 دي برجع لورا الكي برجع في الدنيا بقسم على 10 يعني هرجع لحد اوميجا بتساوي 8 راديانس بير سكند كويس؟ 8 راديانس وهروح طالع لفوق قيمه مقدارها 20 اسم زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت طلعت قيمه مقدارها 20 اسم حددت بوينت ثانيه فبقت عندي بوينت رقم 1 وبوينت رقم 2 اوصله ببعض واجد على استقامته الى ان يحدث تقاطع مع الجيم مع النكره الرئيسيه بتاع الجيم هبص على التقاطع هنا عند قيمه مقدارها كام؟ 73 جسم تمام يبقى في هذه الحاله هي دي قيمه الجيم بتاعي كويس قوي هفضل امشي على هذا الكلام على هذا المحور ده وكل ما يقابل كورنر فريكونسي اعمل تشيك هل هي بول ولا هي زيرو لو بول بنزل 20 جسم في الجيم لو زيرو بطلع 20 جسم
الديزيرز بتاعتي خلاص يبقى انا هسافر دلوقتي الجيم يبقى انا هسافر ال 20 لوج جي او جي اوميجا مع ايه مع الاوميجا بتاعتي كويس؟ في حد لقط واضحه كده؟ موضوع سهل جدا لو انا عندي الاوردر بتاعي تكعيب ولا تكعيب او ترجيع او بتاع عليك بس هي القصه بتاعتي لو كان ده مرفوع مثلا للتلاتة ده نفس القصه بالظبط هيبقى كانه عندي يا جماعه عايزينه من الدرجه الايه؟ من الدرجه الثانيه فبدل ما هطلع 20 ديسبل هطلع كام؟ 40 ديسبل خلاص قاعد عندي لو كان ده مرفوع الباور لو كان اللي تحت ده مرفوع الباور 2 ده عنده كور فالمفروض هكسب 20 ديسبل لو هو ناقص على 10 ديسبل لكن التربيه بتاعت اسمهولي 40 ديسبل وفر مستمرش لحد ما احصل على الشكل النهائي خالص اللي هو مع الروم. تعالوا بقى لسه بالنسبه هرسمه وبعد كده ترسم معايا عشان الدقه على السبوره يا جماعه ما بتبقاش سهله هرسمه وبعدين نشرحه. هقولها كمان مرة يبقى عند أول كورة عندي واحد من عشرة دي
نزلت زي لما طلع 45 درجة وحددت البوينت دي. اوكي؟ طيب عند نفس القيمة اللي هي واحد من عشرة اللي هي بوينت لما طلع واحد من عشرة ارجع لورا كي يعني 1%، حددت البوينت دي اوصل البوينت دي والبوينت دي وعملت الفرق على استخدمته بقى هو الريفرنس دي. كل مرة بقى عندي ريفرنس دي 45 دي انا بحددها مربع، كل مربع عندك على الفيس على نفس الرسمة تحت بترسم الفيس تحت والجيت فوق، فالفيس تحت هتبقى ايه مزاوية زاوية وعبارة زي ما رسمت كده فيس ناقص 90 ناقص 135 ناقص 140 وهكذا صفر 45 90 وهكذا. كويس بقى، يبقى انا لو رسمت الخط الاولاني كل يعني كل نص عليه يتحرك ازاي؟ انا هتحرك كده اهو خلاص، هفضل ماشي على هذا الخط ماشي على بعض لحد ما اوصل لايه؟ الكورنر فريكونسي الثانيه. الكورنر فريكونسي الثانيه قيمتها كام يا جماعه؟ 8. يبقى عند القيمه اللي هي بتساوي 8 ده زيرو، هطلع زاويه مقدارها 45 درجه، يبقى هتحرك من هنا لحد فوق زاويه مقدارها 45 درجه، حددت البوينت دي رقم 2 دي. تمام؟ خلي بالك بقى من عند القيمه اللي هي 8 ارجع لورا بكام؟ بكام يعني كام؟ 8 من 10. يبقى عند القيمة 8 من 10 هنا أنا ابتديت هنا كتير، تمام؟ يبقى بتحرك على دي كده لحد ما أطلع لقيمة 8 من 10، تمام؟ أعمل إيه؟ حددت البوينت دي، أوصل البوينت دي مع البوينت دي، يبقى في هذه الحالة بقى عندي الخط الجديد بهذه الصورة، زي ما عملت هنا بالظبط، هنا أنا عملت إيه يا جماعة؟ هنا عملت إيه؟ نزلت 45، تمام؟ ورحت راجع 1 من 10 من 5 من القيمة دي بقت عندي بوينت دي على نفس الخط، بقت عندي بوينت دي اوصل البوينت دي للبوينت دي وعملتها على استخدامتها وهكذا. يبقى كل مره بعمل ايه؟ وصلت البوينت هنزل زي 45 وارجع 1 من 10 من القيمه دي اوكي على الريفرنس القديم واحدد البوينت واوصل البوينت دي للبوينت الجديده. يبقى برجع على الريفرنس القديم جديد ديكيت احدد البوينت اللي هي عند 8% دي بقت بوينت كام؟ وعندي بوينت انا حددتها لما طلعت 45 درجه، بقت عندي 2 بوينتس اللي هي البوينت دي والبوينت دي، اوصلها لبعض وعملتها على استقرارها، خلاص كده الرسمه خلصت خلاص. الفيس خلص، مفيش عندي اي كول ولا عندي سوى اي زيرو تاني خالص. خلاص؟ طيب. في بقى نقطة مهمة عاوزين نفهمها دلوقتي، ايه هي؟ عند اوميجا بين فوس اوفر ما يقابلها هنا تركيب الفيس اللي هي الزاويه اللي مقدارها ناقص 155 درجه، لو اتحركنا افق من هنا كده هنبص نلاقي الزاويه دي بتقابل قيمه مقدارها ناقص 155 درجه، عند اي جيل؟ عند الاوميجا جيل كروس اوفر اللي قيمتها 281%. بسمي هذا الكلام بسميه ايه؟ الفيس انجل، بسمي الفيس انجل عند البوينت دي. اوكي؟ الفرق بينها وبين ال 180 بسميه الفيس مارشن. يعني كأن الفيس مارشن هو القيمة 180 أو ناقص 155 ناقص 180 تطلع كام؟ 25 تطلع 25 كويس؟ يبقى كأن الفيس مارشن بتاعي 25 درجة. هقول لك يا جماعة أنا رسمت الرسمة بتاعت الفيس يا جماعة، رسمت رسمة الفيس خلاص ورسمت رسمة الجيم فوق، عرفنا ازاي اللي رسمناه والفيس ازاي بيكسر. طيب انا قلت ان في تقاطع هنا اوميجا جيم كروس اوفر، قلت ان في عندي فريكونسي اسمها اوميجا جيم كروس اوفر. الفريكونسي اللي اسمها اوميجا جيم كروس اوفر دي هي الفريكونسي اللي عندها الجيم بتاعي بيساوي زيرو، قيمة الجيم بتساوي واحد، لكن 20 لغة الجيم ده قلته بكام هنا؟ زيرو. تمام؟ لوج واحد بكام؟ لوج واحد بكام يا جماعه؟ زيرو، لوج واحد زيرو. فعند هذه القيمة 20 لوج بتساوي كام؟ زيرو، ده اللي احنا نعرفه زيرو. فتلاقي الجين على هذه القيمة هنا، الجين هنا عند قيمة الزيرو، الجين كمان رسمته قيمته واحد. لكن 20 لوج الجين قيمته زيرو. تمام؟ كويس قوي. الفريكونسي دي بسميها اوميجا جيم كروس اوفر، لو اتحركت منها وحسبت الفيز المقابل لهذه الفريكونسي ولقيته ان هو
عشان اتشيك بقى في الرسم بتاعي، اتشيك اذا كان السيستم بتاعي ستيبل ولا انستيبل. بتشيك ازاي؟ برسم الجيم وبرسم الفيز. اتعلمنا ازاي الرسام. تمام؟ بمشي على الجيم لحد ما الاقي البوينت اللي حصل عندها تقاطع مع النتورك الافقي. بنزل من البوينت دي وابص على الفيس بتاعي. لو الفيس بتاعي اعلى من الناقص 180 يبقى السيستم بتاعي ستيبل. لو الفيس كان تحت ال 180 يبقى السيستم بتاعي ان ستيبل. طبعا دي اسباب هي من زي اللي انت وصلها. يبقى دلوقتي الناقص 155 السيستم بتاعي ده الفيس عند الزاويه دي عند اللون اللي هي فوق ال 180 ولا تحت ال 180؟ فوق ال 180 يبقى السيستم بتاعي ستيبل سيستم. تمام؟ مش بس كده، ده انا اقدر ارسم حاجه اسمها الفيس مارشن. اكتب عندك كده حاجه اسمها ايه؟ فيس مارشن. فيس مارشن. تمام؟ طيب ايه الفيس مارشن ده؟ الفيس مارشن هو عباره عن الفرق بين ال 180 والزاويه دي. تعالى اقول لكم حاجه ثانيه بقى. فوق ال 180 السيستم بتاعي ستيبل والجيم مارجن بوزيتيف. عايزك تاخد الهنت دي في دماغك. فوق ال 180 يبقى السيستم بتاعي ستيبل والجيم مارجن بوزيتيف. بوزيتيف ليه؟ لان انا بحسب قيمه الزاويه ناقص ناقص 180. تمام؟ فهنا عندي ناقص 155 ناقص ناقص 180. يبقى 180 ناقص 155 كده ناقص 25. يبقى الفيس مارجن بوزيتيف وقيمته 25 يبقى السيستم بتاعي ستيبل سيستم. لو كان حصل العكس، لو كان التقاطع ده البوينت تحت ال 180 يبقى فيها زي الفرق الفيس مارجن بتاعي نيجاتيف سيب مثلا ناقص 192 مثلا. فبقول ناقص 192 ناقص ناقص 180 فارجع القيمه سالبه. يبقى بالتالي السيستم بتاعي ان ستيبل والفيس مارجن بتاعي نيجاتيف. تمام؟ طيب كل الكلام ده بحسبه عند اي اوميجا يا جماعه؟ عند الاوميجا دي كروس اوفر اللي هي البوينت دي. تمام؟ هنا بحسب حاجه اسمها ليه بسميه فيس مارشن على فكره؟ ليه المارشن؟ كلمه مارشن يعني ايه؟ يعني انا فاضل لي قد ايه والسيستم بتاعي يتقلب؟ بدل ما هو ستيبل يبقى ان ستيبل او العكس. يعني السيستم بتاعنا ده ستيبل بالقيمه مقدارها بفيس مارشن مقداره 25 درجه. يعني انا قدامي 25 درجه ممكن ان اكون انا ممكن الخط ده يتحرك لتحت دون ان يحدث اي فعل استبيان. لو تعديت الزاويه 25 درجه هبص الاقي السيستم بتاعي اتحول من ستيبل سيستم الى ان ستيبل سيستم. نفس العمليه لو كان السيستم بتاعي ان ستيبل. لو انا قدرت احسنه واقومه من ان ستيبل ستيبل سيستم فقدامي فيس مارجن في مساحه ممكن اقدر اتحرك. تمام؟ من مصلحتي انا قررت الديزاين من مصلحتي ان الفيس مارجن بتاعي يكون كبير ولا صغير؟ كبير. كل ما الفيس مارجن كبير كل ما كان عندي مور ستيبل. تمام؟ اللي عاوزين تفهموا بعد كده لو السيستم بتاعنا ستيبل ايه اللي دخله على السيستم على الكروس بول ترانسفير فانكشن؟ يبقى معايا ترانسفير فانكشن تاني معايا انسيز بحيث ان انا ازق هذا الكيرف الى اعلى فيبقى مور ستيبل. لما ازوق لفوق لما ازوق لفوق فيس تو فوق كنا هنقول ان انا ستيبل كده ستيبل سيستم. واضح يا جماعه الفكره بتاعته؟ طيب هل يا ترى ممكن نحسب الفيس مارجن رياضيا؟ طبعا نحسبها رياضيا زي ما بين القصه دي كلها بطريقه بسيطه. مش انا عندي دلوقتي شيء بس صح؟ لو جيرو بس شلت بس وحطيتها ده على جيرو اتحولت لي هي كومبلكس فاليوز ريال بارت وماشينري بارت. لو صورتها من واحد مش ده معناها ان دي الاثنين كنتوا بواحد وسددت قيمه اوميجا اللي خليت لي جيم بواحد مش هي دي اوميجا اللي استعمل اوميجا دي كروس اوفر. تمام؟ لما عوضت بيها بالفيس اقدر اكتسبه. لو طلعت 180 ناقص الفيس اقدر اجيبه.